بتعرف يا ناجي بيك، الحجة فاطمة مثل أمنا، البلد كلها بتحلف براسها. لما عرفت أنكم جايين انبسطت كتير وصارت تتصل فيني حتى اطمنت عليكم، ولما عرفت كمان أنه الطريق مسكر ما نامت الليل لحتى اطمنت أنه ولله الحمد وصلنا. هي عندها كم سنة أبو شعلان؟ الله يعطيها طولة العمر، المهم الصحة. هي بركتنا يا ناجي بيك. الحمد لله على السلامة يا ناجي بيك. الله يسلمك هاني. أكيد الرحلة كانت متعبة. الحمد لله على سلامتكم كلكم. يا مالكم تنحين كده ليه؟ أنت وهو اصحى. يلا. أعرفكم يا أولاد، هاني جمال الدين هتشترك معانا في العملية. من دلوقتي تعتبروها زي أختكم بالظبط. ده احنا نشيلها في عينينا. إبراهيم، إبراهيم عزقلاني. إبراهيم بتاع العبري. الله، هو نصيتي وصل لحد هنا؟ حسام المصري طبعا، بطل العالم في الوثب الطويل. ده مين الفتاي اللي قالك المعلومة الغلط دي؟ انت مالك، انت ما تسكت خالص. انا كنت بحاول اوضح بس. لا تحاول ولا تنيل، اسكت خالص. المهندس زاهر عبقري الكمبيوتر والليزر. اهلا وسهلا، فرصة سعيدة. انا اسعد. الشيخ حسن وتهامي وعبد الجليل، صح ولا انا نشنت غلط؟ ده انت نشنت ونشاني كراسة يا ست العرايس. فرصة سعيدة جدا يا جماعة، زي ما تخيلتكم بالظبط. بس انت بتتكلمي مصري كويس قوي. اصلا انا عشت في مصر 6 سنين. ايه ده بجد والله؟ كنت عايشة فين؟ في مصر الجديدة في الكرة. بس وانا اقول شفتك فين قبل كده؟ انا قاعد بشبع عليكي من ساعه ما شفت في الكوربه. كنت دايما بتاكلي ايس كريم عند دونت، صح؟ وكان معاكي بالاماره واحده صاحبتك لابسه بودي فوش ما بتقلعوش، صح؟ فوشيه ايه وايس كريم ايه؟ احنا في نادي. بتسكت خالص، اخرس. كنت بحاول الاغي بس. تلغي ايه؟ امال فين الحاجه فضله؟ هي بتصلي وجايه دلوقتي، اصلها مستنياكم من امبارح. بقول لك يا قبله، معلش يعني شويه ميه ساقعه لحسن، عندي لما اخصح حمو وحاسس بوليعه في صدري كده لما اخصه. باللغ اللي انت بتلغه. عيني حاضر. اتفضلوا يا جماعه. سلام يا قمر. انا مش شايف نفسي. لا انا مش والله انا ما كنتش عطشان، بس لما شفت المايه في ايدك عطشت. لا انا مش شايف. انما حضرتك جيتي ازاي من مصر؟ انا قصدي يعني يا باشا، هي ما جاتش معانا ليه؟ لا هي ما جاتش من مصر. امال جت منين؟ من اسرائيل. أصلها إسرائيلية، اسمها هاني ألدن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يهودية؟ معلش الله يا باشا، لا مؤاخذة يعني مؤكدة، أفوك الواحد هيضرب يا باشا. يعني هل هي إسرائيلية ولا مصرية؟ أنا هقول لكم، أنا مولودة في لوجانو على حدود إيطاليا. دي طلعت إيطالية، ده على آخر القعدة هنلاقيها من دمنهور. أبويا اسمه جمال الدين أبو سيف، كان رجل أعمال مصري واتجوز من أمي راشيل وخلفوني في لوجانو، وعشت هناك مع أب مسلم وأم يهودية. بس بابا كان متمسك جداً بالأصول العربية والإسلامية رغم الغربة اللي هو عايش فيها، وكان متمسك قوي بقرايتي للقرآن من وأنا طفل، لدرجة كان لما يشوفني وأنا بقرب مصحف بيكافئني ويجيب لي عروسة هدية. ربنا يفتحها عليك يا هنية، ويكرمك ويرزقك بالخلف الصالح، ويوعدك بالجنة انت وابوكي. اللهم أمين. أمي طبعاً ما عجبهاش الكلام ده وانفصلت عن بابا، راحت عاشت لوحدها في جنيف. ما تحقنيش في نفسك يا أختي. آه، ما هو لا مؤاخذة، المرأة إذا ما كانتش تعيش تحت طوع جوزها، لا مؤاخذة ما تستاهلش اللقمة اللي بتدفعها. بابا كان على اتصال بالمقاومة في فلسطين، وابتدى بيمدوهم بالفلوس والسلاح عشان يقدروا يثبتوا على موقفهم قدام الاحتلال الإسرائيلي. كان دايماً يقعد معايا ويفهمني الجرائم الوحشية اللي اليهود ارتكبوها، وكان بيحكي لي عن المجازر اللي حصلت في قنا وصبرا وشتيل، وعن آلاف الأطفال اللي ماتوا من غير ذنب على إيدين الصهاينة. وفي يوم كان عمري 10 سنين مش أكتر، كنت بلعب بعروستي زي أي طفلة،
وبابا كان قاعد على المكتب بيشتغل، وفجأة دخلوا عليه رجال مسلحين. جريت أنا واستخبيت ورا الستارة، كنت خايفة وببكي، بس كاتمة صوتي عشان محدش يسمعني. ما كانش بإيدي أعمل له ولا أي حاجة. ربنا يحرقهم بجاز، بس لو ادونا فرصة كنا قطعناهم. دم الراجل ده مش هيروح حاضر يا باشا. ايه وادي الوطنية اللي حطت عليك فجأة دي؟ كنت بحاول أعبر. ايه؟ كنت بحاول أعبر. تعبر ايه؟ لا تعبر ولا تنايل، اسكت خالص. بعد ما حصل اللي حصل كان لازم أروح أعيش عند ماما في شناف. طبعا حاولت بكل الطرق إن هي تعمل لي غسيل مخ وتهودني، بس أنا ما طقتش، ورحت عشت عند عمتي في مصر كام سنة. قعدت هناك، وبعدين رجعت لماما وقلت لها أنا خلاص يا ماما هسمع كلامك. راحت جابت لي منحة من الجامعة العبرية في تل أبيب، وعشت هناك. عشت هناك وأنا ما نسيتش لحظة واحدة يوم ما دخلوا على بابا المكتب وقتلوه قدام عيني. يا أهلاً وسهلاً، يا أهلاً وسهلاً، أهلاً أهلاً يا ناجبي، نورتي. إزيك يا حاجة فاطمة؟ الحمد لله. والله وحشانا يا ست الكل. وأنت كمان. يلا أنت وهو، كل واحد يبوس إيد الحاجة فاطمة. يلا. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. الله يخليكم ويحفظكم يا رب. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. شو يا بنتي؟ ما قدمتي شيء لضيوفنا؟ معقولة هذه؟ لا معلش بقى، ما هو من عشر الأم، ما أصلها عايشة في تل أبيب. أبداً والله، حتى عيدها مخروم. يلا يا بنتي روحي سخني الأكل. لا معلش معلش يا حاجة فاطمة، احنا مقدرين الظروف. ظروف؟ شو قصدك بالظروف يا ناجبي؟ قصدك الحصار اللي حوالينا؟ احنا ولا بيهمنا، وبعدين اللقمة إذا ما بياكلوها الأحباب مع بعض ما إلها طعم. ربنا يخليك يا حاجة فاطمة. ما قلت لي يا ناجبي، إمتى ناويين إن شاء الله؟ الليلة دي بعد المغرب إن شاء الله هنتكل على الله. لا بلاش الليلة. ليه يا حاجة؟ لأنه المقاومة ضرب جندي إسرائيلي، والجيش بمشط الحدود كلها. بس النهاردة السبت، وده بيبقى أجازة، وتل أبيب كلها فاضية زي ما احنا اتفقنا. خليها السبت الجاي، يوم عن يوم ما بيفرق. هنقعد أسبوع هنا معقولة؟ وماله يا ناجبي، بنستأنس فيكم. وهنقعد فين أنا والجيش ده كله؟ في بيت أخوي زياد.